حكومات عديده بدات بتتخذ اجراءاتها على الحدود. التساؤل المطروح، هل هي الحرب العالميه الثالثه ام هي لحظات التوتر التي سرعان ما تنتهي حتى ولو كانت هناك خسائر قليله؟ كافه المعلومات لدينا تقول ان تركيا تريد موطئ قدم في ليبيا، لانها تريد بصراحه النفط الليبي. ليبيا فيها حوالي 74 مليار برميل نفط من اجود انواع النفط في العالم. ايضا تركيا تريد ان تكون لاعبا استراتيجيا في شرق البحر المتوسط، وهي تريد ان تحصل على نصيب وافر من كعكه الغاز اللي بيتدفق بغزاره في هذه المنطقه، واللي تركيا اصلا ليست طرفا في هذا الامر. مصر، قبرص، اليونان هي الطرف الاساسي. ما تفعله تركيا الان هو زي قناص يريد بالفعل ان يقفز وان ياخذ الكيكه باكملها وليس فقط جزء من هذه الكيكه، وده امر لا يمكن ان يمر مرور الكرام باي حال من الاحوال. تركيا في خطتها في ليبيا تريد ركيزه وقاعده لانطلاق الارهابيين من ليبيا الى مناطق اخرى، وزي ما قال مسؤول تركي، نحن نريد ليبيا بوابه لافريقيا. يريد ان يسيطر، نعم، حلم الدوله العثمانيه الجديده، حلم اعاده ما يسميه اردوغان بمجد الاجداد يسيطر عليه. الرجل مهووس، الرجل فاقد عقله، الرجل يريد اي حل ينقذه من الانهيار في الداخل. اردوغان يتهاوى، احزاب جديده بدات تخرج، رئيس وزرائه اوغلو يؤسس حزب وغيره وغيره، كل ذلك يجعل من اردوغان شخص يعني مرتاب في المستقبل، قلق من مستقبله السياسي، فيتحرك بهذه العصبيه وبهذا الجنون الغير محدد بشكل غير عادي. طيب الارهابيين اللي جايبهم دول من انحاء سوريا والعراق وغيره كانوا موجودين هناك بعد انتصار الجيش العربي السوري وسحق هؤلاء، تايهين مش عارفين يروحوا فين. اللي بيطلع على فرنسا بيتقبض عليه، اللي بيروح تركيا انجلترا بيتقبض عليه. هو جابهم الان، وجد لهم يعني مكان امن وخدهم، لان هو اللي كان عامل ممر امن لحثاله العالم اللي بيروحوا لسوريا والعراق، والان هو يريد ان يوجد من ليبيا ركيزه لهؤلاء عشان يقول اولا يجد لهم مكان، اثنين يقول لاوروبا انه لاعب اساسي في المنطقه وانه بيمتلك اوراق هامه عديده تساعده في التفاوض حول ما يريده من سوريا والعراق والتعامل مع اوروبا ايضا، لانه كان بيهدد قبل كده بانه يبعت لهم الهجره الغير شرعيه الى هناك، وهذا امر يقلق الاوروبيين كثيرا. يريد ايضا اردوغان ان يناطح مصر، يسعى الى اثاره القلاقل على الساحه المصريه، ويمكن لما حديث الرئيس فتاح سيسي اتكلم وقال انه حكومة سراج وقعت في قبضة الميليشيات، هذا يعكس ان الوضع الان هو ميليشيات، ان اردوغان الان يضع يده في يد الميليشيات لانه هو اصلا واحد من هؤلاء. اردوغان يشعر ان ليه تار مع مصر ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لماذا؟ ومع القوات المسلحة، لانهم هم الذين اسقطوا حكم الاخوان الارهابي، وهو يريد بذلك او ظنا منه انه قادر على اعادة الاخوان مرة اخرى الى كرسي الحكم، وانه يريد ان ينطلق من الحدود، من الحدود الليبية المصرية، آخذا معه كل هؤلاء الذين يجمعهم حثالة العالم كله لإثارة القلاقل في مصر وفي المنطقة الغربية على وجه التحديد.